تونس تمنع الآلاف من المهاجرين غير النظاميين الدخول إلى ترابها منذ بداية العام. إليكم التفاصيل. أكد الناطق باسم الحرس الوطني العميد حسام الدين جبابلي أنه تم منع أكثر من 30,000 شخص من دول جنوب الصحراء من اجتياز الحدود البرية التونسية خلسة خلال الأشهر الثمانية المنقضية من العام الجاري. وأضاف في تصريح لراديو موزاييك أن جهود الحرس الوطني متواصلة لمكافحة شبكات الاتجار بالأشخاص والإطاحة بالمهربين. جبابلي أوضح أنه منذ إلغاء التأشيرة لبعض الدول الإفريقية فإن العديد ممن يدخلون تونس بغرض الدراسة أو العلاج أو السفر يتجاوزون مدة إقامتهم القانونية ويثبت بعد فترة قيامهم بالتنسيق مع مهرب أشخاصي لاجتياز الحدود خمسة في اتجاه الفضاء الأوروبي. رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان مصطفى عبد الكبير أكد من جهته أن عدد المهاجرين الأفارقة غير النظاميين في كامل تونس يتجاوز 100,000، مشيرا إلى أن النزيف ما يزال متواصلا بخصوص تدفق المهاجرين غير النظاميين على البلاد.